جايب الاخبار مش بتلا عندك كاع ولا غنفرح بشي بيقال وقع مساوي قولي فش الطماع بلا ما تتفصدع اضرب لي عندك يطلع معاني ولد الحومه والكرون في التجمع شوف راسو جنب الدار وسط حويمه وسط تسويقه فيني بيع الاخضر زعم دفعو تحت لحسكين وغيب الاقدار خف احتار كيف نتجنب الاقدار يمكن نهز الموس وبيغدين دي درب الفرار ودك الشي اللي دار وخ تاني شدو كانت قلبك للدوار اعطيني الشفره ديالي بشد في اليد ديالي وبقت منو مليه ومشدو هو ينتر ما عارف ما يدار عفوي بلا ما يشعر ما بيت انا تحرك يدو يمكن واحد في يدو تبتر راح تبان دم السيل هرب غابو جالي اللي جابو مخزن سفيل يدق في دارهم فينو فين هو مولاها اشكون يكون مولاتي صعبو لعاها اشكون انتوما سيدي ولا لا المخزن هذا واللي دار الدنب العقوبة غاي القاها واش اللي ننتاش واش لقيتو ولا ما لقيتوش ما صافي شوف شوف يلا يلا رشدينا خويا سيد يلا مبروك في الحيره نهار كنا طبخوها غبار اقتنع بالقرار فرار ما يجيب نتيجه ما يجيب رد اعتبار حكم الله فقدر شهد قصب لا شهد خلى براتو في الاختبار الاسم الكامل في حياتك قولي شنو كدير مصطفى يمدح مقرا نخدم كيفي كيف كاع العباد كيف العباد بحالكم خرجوا على البلاد سبب المشكل عندك حساب ما هو ممتاز ما عنديش حساب اللعب من لوبي حداك الصح تخصى الحقيقة تلقى باللي ضرب وسبقني صح دفعت على نفسي في الوقت ليش بدي مساحته وقتو اللي صرحت باللي عليا كنت باغي تتعزم هادك مفتاح ونص من ثم خاص